معايا هنا نص لتر من الحليب، عليهم معلقتين كبار من السكر، والسكر حسب الرغبة. معايا هنا 1.5 كوباية من البليلة الجاهزة بالشكل ده كده. حلو قوي بقى طعم السحلب. هنا معايا 2 كوباية من السحلب من غير مكسرات، لو حابينه بالمكسرات مفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي بقى معايا 2 معلقة من المية، وعليهم 2 معلقة من الكريم شانتيه. هي بس بتدي طعم حلو قوي. انا مش عايزاها مخفوقة جامد، انا عايزاها مخفوقة نص خفقة كده. دلوقتي كده بقت جاهزة معايا. المقصود من الحركة دي ان انا عايزاها بديل للكريمة اللباني، وطبعا اللي عنده كريمة لباني يبقى خلاص اوكي، هيبقى بديل عن الكريم شانتيه. دلوقتي بقى هنزل بالكريمة المخفوقة اللي معايا، وبعد المكونات الهائلة دي 2 معلقة بقى كده او 2 بلتين من الايس كريم. بجد انا عايزاكم تجربوا البليلة دي، طعمها وهمي. لو جربتوا البليلة بالطريقة دي هتحبوها جدا جدا، ولو حابين تعملوها طبعا من الاول للاخر في البيت، وتنقعوا طبعا الغلة وكل الكلام ده طبعا مفيش مشكلة. دلوقتي بقى هقلب كل المكونات دي قبل ما ارفعها على النار. دلوقتي المكونات كلها اختلطت مع بعض، هرفعها على النار. دلوقتي رفعت الخليط بتاعي على النار مع التقليب المستمر عشان ما فيش حاجة تتلسع مني او تشيط وطعم اللبن يبقى مش حلو. دلوقتي اول ما ابتدت تعمل فقاعات بالشكل الواضح ده، هسيبها دقيقة واحدة بس مع التقليب برضو، بعد كده هدفع عليها النار. دلوقتي بعد ما طفيت النار خلاص، رشة بس من الفانيليا وكده خلاص. ودلوقتي بقى يبقى جاهز معانا احلى بليلة بالسحلب والايس كريم، يعني بجد تحفة جدا خطيرة، لازم تجربوها. زينت البليلة بتاعتي بشوية كده من المكسرات، اي مكسرات موجودة عندنا. وصفة سهلة حلوة من وصفات الشتاء الجميلة جدا. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفة وتعجبه ياريت يعمل لايك ويسيب لي رأيه في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.